مراتين احنا لاش وزاره الصحه لنا احنا ينتجر احنا مراتين نفسانيا وجسميا داخل من ياسب هاد النسمه هذه اللي احنا عايشين فيها دابا احنا رجعنا فحال الدروقه بحال المخدر هاد النسمه هذه رجعتنا بحال المخدر في الجسم ديالنا من ياسب اللي كنشموها ليلا ونهارا وطاو كدينا جو كيلو دلابوكا ثلاثه دلابوكا كديها كتهزها كتخبعها تحت السلعه والله الا بوكا 5000 كنا في رمضان كنبيعوها ب 5000 4000 كتهزها تفاحه كتهزها تقول عيب بنادم كيسرقها والله خير الطوبه بحال قطه قطه قد القطه مشكل عندنا كبير سلاحك منين غتقضي عنا الحب ماشي تسيب اللوبيه تسيب القطنيه العطريه خمس كلشي الطوب الطوب كيدخل الطوب اذن الطوب بزاف هاد الواد اذن هاد الواد هنا بزاف سوق الحال هاد الشيء هذا انا مشكل هنايا في هذا السوق عيد الطوب هنايا كان عيا وقتلوا فيه كيأذيونا هنايا الخاوة الطوب تيدخلوا ياكلوا الناس السلعة السلعة كاملة تتسكر بحال هيدا الخيار كل شيء تيتنكل احنا رابطة التجار سوق حي الوردة كنعانيو من هذا الخزان هذا عندنا مشاكل فيه كبيرة كيضرنا وفي هذا الزبل كتجي الجامعة كتجي مقاطعة ديالنا كنستدعيو مقاطعة ديالنا 20 كيعملوا واحد المجهود ديالهم معنا ولكن في نفس الوقت عاو هذا الخزان كيعمر بزاف كيعمر بالكوارث انت كتشوف عندنا هاد الشباب هذا اللي هنايا كي مبلي بهاد المخدرات كيجين هنا كينعس هنا كيجيب كراتان هنا وكينعس هنا وكيضر عاود كيضر التاجر وكيضر الزبون علاش من ياسب كليان كيبقى طالع عواد كيسعالو كيبقى يستبرو حنا نقولو حنا عنده كيبقى يضغط عليه دبر عليا يعطيني باش كيجيني هنايا هاد الخزان هذا بحال المقر عندهم هاد الناس هاد الشباب اللي مبلية بهالمخدرات وعندنا ديك الزبل هذاك راه فين هو كانوا جاو في الشا شبروه جمعوه كامل حشاوه في ديك الخزان راه فين هو راه فين ديك البلاصة عاو جابو اليوم البارح جاو الشرقي وكذا وقفناهم قلنا لهم وقفوا الله يجازيكم بخير انتم جيتوا في الشرقي كضرونا كضروا جيتوا في الشرقي في النهار اللي الشرقي فيه كي الملابس كتغبر الخضره كتغبر وكان الشرقي ديال الله تعالى وتبارك احنا ماشي كنقولوا قلنا لهم بحال اليوم كانوا جاوا اليوم مزيانه جاوا جمعوا شي حاجه عملوه ولكن انت كتشوف باقي الامور انت كتشوف كيجي هاد النسمه هاد النسمه كضرنا حنايا احنا مراتين احنا لا جا وزاره الصحه لنا حنايا التاجير احنا مراتين نفسانيا وجسميا داخل من ياسب هاد النسمه هذه اللي احنا عايشين فيها دابا احنا رجعنا فحال الدروقه بحال المخدر هاد النسمه هذه رجعتنا بحال المخدر في الجسم ديالنا من ياسب اللي كنشموها ليلا ونهارا دائما كنشموها وزيد على ذلك عندنا المشاكل هذا الخزان كيأثرنا الطوب عندنا ديك الطوب الحشرات كبارين كياكلوا لنا السلعه خرجوا علينا الخدر كي دابا مابقاش كيخمم السارق كيخمم الطوب والطوب كدينا جو كيلو دلابوكا ثلاثه دلابوكا كديها كتهزها كتخبعها تحت السلعه والله الا بوكا 5000 كنا في رمضان كنبيعوها ب 5000 4000 كتهزها التفاحه كتهزها تقول عيب بنادم كيسرقها والله خير الطوبه بحال قطه قد القطه مشكل عندنا كبير قلنا لهم جابوا لنا السم ما كتديهاش في هذيك الطوبه تقول لي جابوا لها الحلوى كتحلي بها كتاكلها وكترجع كترجع تاكل فروطه اللي جبرت بطاطا ماكش الطوبه كتاكل بطاطا هذا اللهم هذا منكر انا من ياس ما عرفناش السم كيجيبوا لنا بحال والو ما كيقتلها ما والو بين كان عندنا شي بعض الخضارات تجار جابوا ديك نقولوا مصيده اللي كيصطادوا بها القلاين بها كيشبروها بحال كيشبر القلاينه بزاف قلنا لهم جابوا لنا السم حنا ماشي نقولوا ما كيعطيوناش حنا كنشكروا الجماعه وكنشكروا المقاطعه ديالنا ولكن خصها تعمل معنا واحد المجهود يعطيو واحد الاسبوع كل اسبوع يجيو يشوفوا لنا يعملوا واحد الملاحظة ديالو ويرشوا لنا الدواء فيه كنطلب من هاد المسؤولين اللي مسؤولين اما الجماعة واما اماندي تجي تشوف هاد المشكل هذا سنين ما دخلنا سنين هاد الخزان علاش كنا حنايا
ما نقدرش نقول لك داق شي 14 سنه هو الخزان هنايا. مجبروش الحل. ما كنا وعدناهم كانوا يأمنوا قالوا لنا غنسطحوه ونعملوكم فوق منه. غتكون انتوما غتكونوا فوق هذا الخزان. قال لك جات شي هندسه ربما شي مهندسين قراو اكثر منا حنايا. حنا ربما التاجر كيقولوا هو اقل درجه. علاش حنايا شكون اللي كيفسدنا؟ حنايا حنايا ما كيشاركوناش معاهم في اي قطاع التاجر ما كيشاركوش معاه. ها حنا المشكل. فهمتي المشكل هو هذا. حنا ما كيشاركوناش معاهم ما كيجيو يعملوا شي حاجه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.